بمنتخب اليد، وهي بقى قرعه هنا امم افريقيا 2024 المفروض هتقام في فرنسا زي ما حضراتكم عارفين في يناير اللي جاي. طيب القرعه ايه هي؟ كنا منتظرينها الاسبوع اللي فات. مصر وقعت في مجموعه اولا عند غينيا والكاميرون والكونغو، مجموعه اعتقد متوازنه الى حد ما نسبيا تقدر تقول، ان خاصه مصر هنا يعني بطل اخر نسختين، فباذن الله تقدر تحقق اللقب للمره الثالثه، فرصتها كبيره جدا وتبقى كمان على التوالي وتتاهل بقى مباشره، وده المهم يعني، ده المهم جدا وده اللي يهمنا كمان بشكل اكبر، اولمبياد باريس زي ما نجحنا طبعا في التاهل في كره القدم، وكمان عندك تاهل منتخب الطايره لباريس بعد غياب كان سنوات يعني عديدة خليني أقول. فأعتقد كده الموضوع مبشر إلى حد كبير جدا، لكن هنحتاج مزيد من التفاصيل. خلينا ناخد أستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي معانا على التليفون. يا أستاذ محمد صباح الخير على حضرتك. صباح الفل. أهلا بحضرتك. يعني هبدأ برأيك في المجموعة بتاعتنا بداية وبعد كده نخش بقى في تفاصيل أكتر، تفضل يا فندم. لا المجموعة طبعا أكيد يعني في حدودها مناسبة، شايف ان المجموعة يعني متوسطة، مش الواحد مش عايز طبعا يقول انها ضعيفة ولا انها قوية، المجموعة مقارنة بتاريخ مصر وبالحجم المحترفين اللي موجودين بالنسبة للاعيبة المنتخب، شايف ان المجموعة هتكون هيقدر فيها خوان كارلوس باستور ان هو يجهز لعيبته باكبر قدر استعدادا بقى للي بقى الادوار اللي بعد كده اللي هتكون فيها المنافسه اقوى بكتير. بدايه من دور الثمانيه هنكون رايحين في سكه المجموعه الرابعه اللي هي فيها انجولا وتونس. انجولا وتونس لناس كتير ممكن ما تبقاش عارفاها، يعني في خلال البطولات اللي فاتت باستثناء نسخه 2022 دي كانت موجوده في مصر، كان انجولا وتونس يا ثاني يا ثالث يا اول يا ثاني ثالث أمم أفريقيا، يعني كان دايما على طول احنا مصر وتونس في الفاينل وأنجولا بتبقى صاحبة المركز الثالث. طب إلى أي درجة بقى التفصيلة دي ممكن تعطلنا شوية أو تعرقل رحلة حصولنا على اللقب للمرة الثالثة على التوالي؟ لا بص، هو بسم الله الرحمن الرحيم كده ما فيش أي حاجة تعطل منتخب مصر، لو منتخب مصر في كامل جاهزيته، اللعيبة في كامل تركيزها، ما فيش أي حاجة تقدر تعطل منتخب مصر عن التتويج بالبطولة. ده مش دعوة للتكاسل او دعوة لانه المنتخب ما يقدمش افضل حاجة عنده اكيد او ان احنا ما نبقاش، لكن هو في الاخر احنا بنتكلم يعني كورقة وقلم، لو انت حظوظ منتخبك باللعيبة اللي موجودة عندك بجاهزيتهم بالجمهور اللي المفروض هيبقى مالي الصالة، لانه خلي بالك حضرتك البطولة هتتلعب على الصالة الرئيسية في استاد القاهرة، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي كان الاتحاد حريص جدا على توفيرها بالنسبه للمنتخب، لانه يعني شئنا ما بينا كره اليد المصريه او كره اليد هي اللعبه الشعبيه الثانيه في مصر بعد كره القدم. هي اصبحت هي بالظبط هي اصبحت ما كانتش طبعا، لكن هي اصبحت بالانجازات زي ما حضرتك بتقول اللي حصلت على الارض والتالق اللي كنا واقفين عنده انا وكريم برضو يمكن وقت البطوله اللي كانت 2020، وقلنا هو ايه سر اصلا تالق مصر في كره اليد تحديدا. لو حضرتك برضو استاذ محمد تدينا يعني نقاط سريعه كده، ايه السبب فعلا ان دلوقتي اصبحنا بنتكلم ان كره اليد الكره الشعبيه الثانيه او الرياضه الشعبيه الثانيه في مصر؟ يعني اكيد في اسباب لده. النجاحات الكتير اللي بيقدمها المنتخب الفتره اللي فاتت، تتويج بنسخه 2020 و2022، ان احنا ناخد رابع اولمبياد، ان احنا ناخد سابع عالم مرتين ورا بعض ومن ضمن افضل 8 منتخبات على مستوى العالم لثلاث مرات متتاليه، فكان ده بده كل النجاحات دي، بالاضافه ان انت عندك عناصر كتير جدا من لعيبتك موجوده دلوقتي ومحترفه في اكبر دوريات العالم. يعني من سنه تحديدا كنا بنتكلم على انه علي زين لاعب النادي الاهلي ونجم منتخب مصر كان موجود مع برشلونه توج بكل الالقاب مع برشلونه السنه اللي فاتت، اخرهم كان خد معاهم كاس العالم للانديه، فبتتكلم على حجم كبير جدا من اللعيبه محترفه دلوقتي في دوريات اوروبا بشكل كبير، كلهم كل واحد فيهم ليه اسهام وليه دور مع فريقه ومع ناديه هناك، بيجي مع المنتخب الدنيا بتكون طبعا في زخم كبير جدا، الناس كلها بتكون حابه انها تشوفه، احنا كلنا بنتكلم على انه يعني كل المنتخبات الافريقيه دلوقتي بتتكلم على انه اول ما بيوصل منتخب مصر الناس بتدور محمد صلاح فين، فنفس الكلام بينعكس بالنسبه للالعاب الثانيه او تحديدا لكره اليد، الناس كلها بتدور على علي زين، بتدور على يحيى خالد،
على يحضر ناس عايزه تشوفهم، عايزه تتصور معاهم. بس استاذ محمد انا عندي سؤال اعم من ده، كنت اقصد النجاحات اللي احنا وصلنا بيها اللي هي توجت في الاخر ب زي ما حضرتك بتتكلم انجازات وبطولات متعدده وتالق اكثر من رائع، هو اصلا السبب في النجاح ده ايه؟ لان احنا نتمنى تطبيق اللي حصل ده، المنظومه الناجحه دي في كره اليد على باقي الرياضات، ده اللي انا اقصده. ف اتفضل. وهجاوب على حضرتك الاجابه واضحه وصريحه، انه اتحاد اليد من ضمن الاتحادات اللي دايما شغاله باستراتيجيه واحده وواضحه، يعني هي عندهم استراتيجيه واحده مهما تغير مين موجود في رئاسه الاتحاد، الاستراتيجيه هي نفس، ماشيين بنفس الطريقه، مفيش حد بيجي ينسف القديم ويشتغل من اول وجديد. كويس. انا اقول انا مش عاجبني الطريقه اللي كان بيدور بيها الاتحاد وهبدا اشتغل بشكل تاني خالص. طب وفي رايك ليه ده مش حاصل في بقيه الاتحادات لما الفكر ده ناجح وبينتج عنه يعني ثمار طيبه انجاز التعبير، ليه نفس النهج ده مش بتنتهجه بقيه الاتحادات؟ ما هو ده بقى دي مشكله عند بقيه الاتحادات، مش عند اتحاد اليد دوت. اتحاد اليد مفهوم بطبيعه الحال، بس انا بقول لك في رايك يعني شايف ايه الخلل جاي من فين؟ من اللي بيتقلد مقاليد رئاسة الاتحاد نفسه، انت المفروض ان انت بتكون جاي تكمل رسالة اللي كان قبل منك، او لو انت شايف انه في اختلاف في الفكر او في طريقة الادارة نفسها غير، مفيش مشكلة، محدش قال ان هو انت يعني هو هيبقى جاي، انت جاي على كتاب هتشتغل من خلاله بس، لكن في الاخر انت كنت شايف ان اللي قبل منك ناجح لحد كبير قادر ان هو يقدم اضافة وفعلا بيمشي بنفس الطريقه او على سكه وطريق النجاح، فانت بتكمل على نفس المسيره، بتكمل على نفس الطريق. لكن في ناس ثانيه بتكون جايه شايفه بالنسبه لها انه لا انا لازم يبقى ليا انا بصمه. يعني خلينا نقول يعني هي في الاول وفي الاخر المنظومه الاداريه هي اساس نجاح او فشل اي حاجه في العالم، خلينا نتفق على دي. طيب برضو استاذ محمد نستغل وجود حضرتك معانا، يعني شايف ازاي ثقه الاتحاد الافريقي والدولي هنا اليد في تنظيم بقى مصر لبطوله افريقيا 2024؟ احنا عندنا ثقه في نفسنا، لكن دلوقتي اصبح العالم كله بيرى ان مصر، لا مصر مكان يقدر ان هو يستضيف البطولات الكبرى ومن غير اي مشاكل، بالعكس كمان التنظيم عندنا يكاد يكون افضل من يعني دول اخرى يمكن متطوره وامكانياتها الماديه كمان افضل بكتير. فخليني نقف شويه عند دي لان دي نقطه اعتقد جيده جدا. والله يا استاذ نعمان انا هقول لحضرتك على حاجه، هو قصه التنظيم مثلا بالنسبه لمصر 2024 ما كانش حاجه مفاجاه، يعني ده اكيد بطوله كبيره، بطوله مؤهله للاولمبياد، بس مثلا دي معروفه مثلا قبلها بسنه ونص. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في نسخه 2020 2022 كان تحديدا تنظيمها في خلال شهر، وكان هو ده بالنسبه لمصر هو التحدي الاكبر. صحيح. لانه كان البطوله كانت المفروض هتتلعب في المغرب، اتسحبت راحت الجزائر، بعد كده رجعت اتحط لها توقيت تاني، يعني البطوله دي اتحط لها اربع مواعيد، وفي النهايه الاتحاد الافريقي اسند تنظيم البطوله لمصر قبلها بشهر بالظبط. صحيح. والدوله المصريه كانت جاهزه، الاتحاد المصري كان جاهز، فهو حتى الاتحاد نفسه كل التصريحات اللي كانت طالعه خلال الايام اللي فاتت ان هم حاسين ان هم في البطوله دي يعني شامين نفسهم شويه، ان هم قادرين عندنا مساحه من الوقت نقدر ننظم بيها مع الخبره، بقى بقينا خبره خلاص كمان. يعني احنا كده انا عايز اقول لك على حاجه، هو حاليا في التوقيت اللي احنا فيه، احنا لو اتقلنا بكره تنظموا بطوله كذا تم اسنادها لمصر مفيش عندنا مشكله خالص. عندك كوادرك الفنيه، عندك ملاعبك جاهزه، عندك متطوعينك موجودين، عندك بنيه تحتيه رياضيه كنا بنتكلم عنها الفتره الاخيره كذا مره الحقيقه، لان برضو من ضمن الامور اللي نقدر نقول فيها ان حصلت طفره. يعني احنا بنتكلم من شويه استاذ محمد بنقول ان في طفره ملحوظه في الرياضه المصريه بشكل عام سواء تنظيميا او حتى تنافسيا، احنا بنبالغ لما بنقول كده ولا احنا بنقول كلام موضوعي؟ لا 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 دي حقيقه. اصل بص احنا ما زي ما بنقول الايجابي هنقول السلبي، على فكره ما فيهاش ادنى مشكله خالص طبعًا. ان انا وانا بتكلم على شيء كويس اقول ان انا عندي فيه جزء مش سليم، او طبعا وده مطلوب عشان اللي مش سليم يتحول الى سليم نشتغل عليه طبعا. فما فقال لكن بالورقه والقلم ان احنا بتجيلنا الاشادات والمدح من ناس ثانيه ما لهاش اي علاقه بينا، ما لهاش اي مصلحه في انها تجاملك او ما تجاملكش. في ناس اصلا بيكون جاي لك مراقب من الاتحاد الدولي عشان خاطر يجي يشوف التنظيم بتاع البطوله، ملوش اي علاقه خالص
وشخص دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد. الراجل جاي يقدم شغله، ملوش علاقه خالص، مش هيجامل يعني بالبلدي، مش هيجامل دكتور حسن مصطفى. هو جاي لو في عنده ملحوظه هيقولها، مش عشان خاطر دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي. طيب استاذ محمد، خلينا برضو عشان نستغل وجودك معانا، يعني ملف ابطالنا البارالمبيين ملف هنفضل نتكلم عليه على طول لانه ملف بيفرحنا، خلينا نقولها كده. فدلوقتي طمنا عن ابطالنا البارالمبيين وفكره برضو تاهل عدد كبير حتى هذه اللحظه، احنا متابعين اسبوع باسبوع طبعا الاعداد اللي كل شويه بتتكاثر، ولكن هيبقى برضو ملف او شق مهم جدا وهو الدعم المادي اللي اعتقد هم كفئه بيحتاجوا اكتر بكتير أو أضعاف الأبطال في الأولمبياد العام. فخليني أعرف من حضرتك برضو النقطة دي، نطمن على أبطالنا البارالمبيين والتألق اللي هم عاملينه تحديدا كمان في يعني رفع الأثقال. اتفضل يا فندم. هم خلاص أوريدي، إحنا لغاية إمبارح كان آخر تحديث كان 31 بطل قدروا نتأهل لدورة الألعاب البارالمبية. كويس. كان آخرهم منتخب مصر لكرة الطايرة جلوس بعد ما كان وصل لنهائي كاس العالم اللي بتقام هنا في مصر. بالمناسبه هو المفروض انه بطل كاس العالم بس هو اللي بيتاهل، لكن نظرا لان ايران هي بطل كاس العالم في النسخه اللي فاتت والنسخه اللي احنا فيها دي، فمصر بوصولها للفاينل اوريدي كانت ضمنت تذكره التاهل للبارالمبيات، وده انجاز كبير جدا طبعا وتكرار للي بيعمله منتخب الكره الطايره جلوس خلال الفترات اللي فاتت. نأمل ان هم ربنا يكرمهم ويرجعوا بقى يعيدوا المجد تاني ويكونوا موجودين على منصات التتويج البارالمبية في النسخة اللي جاية ان شاء الله من البارالمبيات 2024 ان شاء الله. عندنا ابطال كتير جدا في السباحة في رفع الاثقال قدروا انهم يحجزوا مقاعدهم ويقدروا يتأهلوا مباشرة للبارالمبيات. في ابطال تانية قدامهم لسه وقت لان هم لسه يعني تاريخ تأهيل او تاريخ قفل التأهل بالنسبة للبارالمبيات ما انتهاش، عندنا في لعيبة كتير جدا قريبين من التأهل، في ناس يعني بتبدأ تخلص بقى فترات تأهيلها وإعدادها عشان تقدر إنها تكون جاهزة للمنافسة في البارالمبيات اللي جاية، زي فاطمة عمر إن شاء الله بنتمنى لها كل التوفيق في رحلة علاجها لأن هي خلصت علاجه في قصة التأهيل وإن شاء الله تقدر تتأهل، لأن فاطمة تاريخ كبير جدا من النجاحات في البارالمبيات، يعني يكفي إن إحنا بنتكلم على بطلة من أول ما بنقول من سيدني 2000 لغاية بارالمبيات ريو دي جانيرو 2016 ما غابتش عن منصات التتويج، وخمس ميداليات ذهب وواحدة فضة. ما شاء الله. يعني لا تاريخ كبير جدا وتاريخ حافل وتاريخ يعني فعلا شخصيه تستحق الدراسه فاطمه عمر، لانها ام وبطله ولاعبه وانسانه فيها يعني فيها حاجات كتير جدا يعني نقدر نتكلم عنها في القصه دي. بنتفق مع حضرتك جدا استاذ محمد وبنشكرك، هو ملف كبير جدا لكن هنكتفي بكده علشان طبعا الوقت، لكن نشكرك جدا على كل المعلومات دي. ناقد رياضي محمد ناجي.